الله الله عليك يا ام جبال. ايه ما راح تخليك تاكل الا من مونة البيت مثل ما بتحب. ايه ربي الحق معه، اكل السوق سوق ما له جنس طعمه. خلي عنك معلم، انا بظبط كل شيء. يسلم دياتك، انا راح اغير ثيابي. ها يلا. ان شاء الله الف مبروك يا احمد، شو سميتها؟ الله يبارك بعمرك خيي جلال، سميتها اسراء على اسم الوالده. بس هاي تاني بنت بتجيبها، يعني بدنا نفرح لك هيك بعريس نسميها اسم الوالد. كل شيء بيبعته الله منيح، المهم خلقها كاملة. أكيد أكيد، يعني بس بدنا نصير معي يطلبوا صفوان. يا خيي إن شاء الله منجوزك ومنفرح لك بعريس يلعب بساحة الهيبة. باي باي. صخر؟ ايه خلاص خلاص. مراحب. اهلين، اهلا بالمعلم صخر. يوسف شوف شو بده المعلم صخر على السريع. مي عم تغلي يا معلم، بدك شاي او زهورات؟ اغلي لي قهوة. قهوة يوسف. اهلا يا ابني.
من كل عقلك خايف؟ شو يا ابو احمد؟ شو يا احمد؟ يا جماعه حدا شايف شيء غلط؟ حدا شايف شيء غريب؟ حدا شايف شيء انا مش شايفه؟ انا بقول لك شو شايف. عيونه ولو شعراته ولو صغر. لا لا صغر. ايه كيف لكن؟ والله يسلم هالديات. تفضل يا معلم. عشت. الله. اليوم شربت كاسة شاي اعوذ بالله، الله لا يوريك. خلص، كل اللي بتعتزه رح يكون مثل العادي، وان شاء الله ما بيتغير عليك شيء. ما بيتغير علي شيء؟ اخ ابو علي. وين كنا وين صرنا؟ بتهون بدها طولة بال يا معلم. قلتك خلي أملك بالله كبير وادعي له لابن عمك إن شاء الله بيطلع منها. ويلي ابن عمي، ويلي عمي غازي يلي لسه لهلا ما دري، ما بعرف إذا دري شو رح يصير. ولا هم خيي ولا اختي ولا الهيبه وناسا والقال والقلنا. لهيك هلا لازم نطمن على شاهين وبعدين كله بينحل. اكا تفضلي. ايش لو ايديكي؟ شوفي مين؟ الله يبعد عنا الاذى. اهلين صخر، غلي قلبنا عليك يا ابني. فيني فوت على البيت يا امي؟ علي! علي ابن عزت؟ ولك ايه علي ابن ابو علي، شو نسيت؟ لك لا، بس على حد علمي هذا كانوا كمشين معه ممنوعات بمطار روسيا ومحبوس مقبل. شو يلي رجعه بعد السنين كلها؟ علم علمك، الله يستر يا مختار ويكفينا شره. ايه والله طولت الغيبة علينا يا علي. ايه والله يا خالتي كتير، بس مش بإيدي. ما صدقت طلعوني حجاز تعول طيارة بوجهي لهون.
يهنيك بسلامته يا ام علي. يسلم لنا اياك يا ست الكل. ابي وين؟ ما لمحته برا. مش هون. ما راح يصدق عيونه بس يشوفك. اشتقت له كثير. طمنيني صحته منيحه؟ الحمد لله. ما ناقصه الا وقفتك حده. كيف اخلو سبيلك؟ احكي لي ليش. والله يا خالتي انتوا لازم تحكوا لي. شو صاير بغيابي؟ جبل وين وشاهين وين؟ شو هو هذا الحادث اللي صاير مع صخر؟ هيدي كل القصة الله وكيلكم. والدكتورة نهى وين هي؟ اضطرت تطلع. بس أنا مش عم بعرف أنتوا ليش خايفين هالقد؟ أنا الدكتور المنيب والوحيد اللي بعرف القصة شو هي، وعم تابع الموضوع وكأنه الدكتور نهى موجودة. بس الحكيمة ما كانت تحركه. أوف كيف لكان؟ ما بيصير المريض يضل مسطح على ظهره كل هالفترة. اصلا بهي الحالة نحن نقلب المريض وندهن له كريمات بنعمل له مساجات كرمال ما ينعقر. خير يا جماعة شوفها. خير ان شاء الله. يا ابو علي انت بتضل هون اليوم وتخبرني بالتفصيل شو عم يصير. ديروا لبالك كتير منيح وحطي بصورة كل شيء. كنا روحنا للزلمة. ما تواخذنا حكيم، تشرفنا. الكل صار عنده خبر. غرفته بالطابق السادس قسم القلب. طيب خليك هون. ننزل سوا. بدك شي حياتي؟ أنا تأخرت. فعلي؟ ما بدك تشرب معي قهوة؟ لا إذا هيك ببقى كمان شوي. معقول فوت هيك فرصة؟ دقت لك المدام؟ لا لا بس قلت اسمي هون. بمرق على المستشفى بتطمن على معالي. بعده عايش؟ الأخبار عندي. أنت إعلامية مهمة والمفروض تكوني متابعة. لا اطمن متابعة وكتير مهتمة. أوف. كيف بقى؟ بس أعرض
يطلع من شاهين؟ طب لاي لاي لا يوصل حاله لهون، عيط شو؟ ومن وقتها لهلا ريحة الموت عشعشت بحيطان هالبيت. أقل شيء قلتي لي دفنتوه تحت بجنان، يعني في قبر بالبيت. القصة ما وصلت قبر، كل شيء مات بهالبيت، مشان هيك أنا عم بحكي لك. يمكن الله بعتك لعنا هلا مشان توقف معنا. أنت مثل أخوهم، ربيت معنا وعنا، ويشهد الله علي، يشهد الله علي بحسبك واحد من أولادي. ما في لزوم لهالحكي يا أم جبل، أنتوا عائلتي ولكن داين برقبتي لموت، بكفي حميتوا أهلي بغيابي. نحن عائلة وحدة يا علي، خليك مع صخر، ساعده ليطلع من يلي هو فيه، ولي على قلبي عليه وحدان ما بقي له حدا. هول الدمات إلكن يا أم جبل، روحي فيديكم، اللي بيرميكم بوردي برمي برصاص. كلياتنا لازم نوقف مع بعض. أنا متأكدة إنه هالخنقة رح تزول. حيطان هالبيت سميك ومستحيل يوقع، مستحيل. ايه ماي؟ لا شو بني؟ لا حبيبتي كنت نايمة. اي موضوع؟ لا لا خلص وقفي هيدا هلا. لا شو بدي يكون في ابدا، لا حبيبتي بس خطر عبالي هيك موضوع تاني. ايه عادي. ليكي خلص بكره بخبرك لما اشوفك. اوكي. باي. الرشيد طلع كلامه صح، ما تعتلهم. يعني ظلمناها والله. حقك تخاف، الحذر واجب. الحكيمة ما خبرت شيء؟ وصل مشان شاهين؟ بعده على حاله. بس الخبر الجديد اليوم انه معالي ظاهر من المستشفى، يعني صارت الفوتة وطلع اسهل. كثير منيح هالحكي. العمى على الحظ اللي حكمنا بالمطرح. كيف ما لفيت وشك مسائل ومرافقة وحرس. لا مين في غيره؟ مين في غيره؟ لا لا ولا شيء. المهم هلا خلص يا ابو علي، هون ما عاد في داعي لقعدتك، اموري تركنت وتزبطت وكله تمام. شو هالحكي؟ بترجيك معلم. يا ابو علي شوفت عينك، هون ما في شيء تساوي. ليش انت عندك شيء تسوي؟ انا ما فيني احط اجري بالهيبه قبل ما الاقي حل لهالكذبه اللي كذبتها امي. شو بدي اقول للناس عن شاهين؟ ها الله يرحمه ولا قال لهم سافر ونفد والله يسر له، ولا شو؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. ارميه على الله، ارميه على الله ابو علي. هيدا
بدي انت. احترام يا سيدنا. خير يا حسام، شو القصة؟ شو صاير عندك؟ لهلا ما صاير شيء، بس شو؟ اقعد اقعد لشوف. اقعد سيدنا، وصلني اخبار من السجن، غازي مش عم يروق، كل الوقت صريخ وعيط وما عم تمروا عليه. شو قصته؟ بده يعرف ليه عزلناه وحاطينه انفرادي. كثير منيح، على القليل هيدا دليل انه ما بيعرف بموت ابنه. يمكن قلبه حاسه. بسيطة، ما تعطي الهم، انا بحلها. رح تطلب تطلع من انفرادي؟ لا، رجعته مطرح ما كان صارت مستحيلة. فإذا؟ أنا رح أطلع زوره. هو مش طالب يحكي مع حدا؟ أنا رح أطلع أشرب فنجان قهوة مع مدير السجن وبمرق بحكي أنا وغازي. مش عم صدق، بعد كل اللي عملته قادرة تيجي بكل وقاحة وتقعدي هون؟ منك بنت ناهد عمران، لمين بدك تطلعي؟ مرت عمي، كرمال الله تسمعيني، حقك والله العظيم حقك تحكي يلي بدك يا، بس كمان أنا حقي أقول يلي عندي. جيت نقال قويلك إن شاء الله، نقلعي من هون بلا ما قتلي فيك. أنت بتموني، أنا بعرف كل شي صار، والله العظيم حاسة بحرقة قلبك، بس ورحمة شاهين عندي أنا ما دخلني فيهم. خليني أثبت لك. لا بدي تثبتيلي ولا بدي شوف صورة وجهك. بكره بس يطلع عمك حسابكم معه، وساعتها في ربني بفككم بين سنين. انا هلا مستعده اقعد خدامه ببيتك، بعرف اني ظلمته لشاهين، بس لانه كسر لي قلبي. ولك انا بحبه، بحبه وبحياتي ما رح سامح اهلي على اللي عملوه. من هداك اليوم انا ماني قدرانه احط عيني بعين امي او احكي مع حدا بالبيت. منى، مش قادرة أسمع هالحاكي. لا بدك تسمعي، بدك تسمعي، لأنه أنا روحي من جوا عم تجعني على غيابه، وكل يوم عم موت ألف موتة. أنا ما عاد في إلي مطرح هنيك، ما عادت قدراني أعيش بالمكان يلي فيه قبر ابنك، ولا عم تغمض لي عين وقبر شاهين جنبي. ولك يا مرت عمي، أنا كل الليل عم بسمعه عم يصرخ من تحت الأرض، أنا هنيك عم بختنق. هلأ أنا إذا نتفتك بسناني ودعوستك بإجري وجريتك من شعرك بكل العيبة وزتيتك عند إجري الناهد عمران، لأحرق لقلبها مثل ما حرقت قلبي، يا ترى بيشفى غليلي؟ لا والله، دا يكون كتير كبير يا بيت سلطان، كتير كبير. مرت عمي، نقلع من هون. ريما، عم قلك انقلعي من هون، ضهري لبرا، خدي شنطتك وضهري لبرا. شو سمعتي؟ ضهري لبرا، برا، ما بقى ترجعي برا. شامم ريحة طيبة. جيت بوقتك، حماتك بتحبك. المهم بنتها تضل تحبني وتطبخ لي أطيب أكل. يا سلام، فاصوليا حب. خد الصحون وديهم على الطاولة وأنا رح أسكب الرز. يلا. وهيدا الصحن الثالث لمين؟ بارها السيدات الفخمة. بعد إغلاق ملف الديزل وتهريب المحروقات بالسوق السوداء، يفتح ملف جديد، بضاعة فاسدة ومواد منتهية مدتها. شو عم ناكل وشو عم نطعم أولادنا؟ بعد تحفظ وزارة الصحة، معقول تفرج عن هالمواد؟ مين استوردها؟ مين وقفها؟ شو معقول يصير؟ تابعونا بالحلقة الجاية من برنامج كشف المستور مع نور رحمه.
بصراحة أنا مش عارف كيف بدي بلش. أنا سمعت من الشباب اللي صار امبارح، وأكيد أنا ما خصني بحياتك أنت والأستاذ، بس أنا خايف عليك وليد. إذا ثروت هو يلي بعتك لحتى تقلي هالكلمتين، صدقيني الأستاذ ما دخله. أساساً أنا استغليت غيابه، وأول ما طلع على المطار سمحت لحالي وتجرأت وجيت لهون. من الآخر شو بدك؟ يا ست نور، في اشياء صعب تعرفيها. برجع بقلك انا ما خصني بحياتك الخاصه، بس الطريقه اللي عم تفكري فيها بشغلك رح تعمل لك كثير مشاكل، وانا جوا المطبخ وبعرف شو عم اقول. ثروت له يديه بهيدا المطبخ؟ لا ما هيك بقصد، بس انت بتعرفي كثير منيح مركز الاستاذ وعلاقاته، والشيء اللي براسك رح يعمل كثير قصص ومشاكل. ومن الاخر أنا بهمني مصلحتك أكثر من أي حدا، صدقيني. ألو؟ أهلين؟ خير؟ ليش صاير شيء؟ طيب، وين صرتوا هلا؟ طيب خلص سكر. شو في؟ إعلان حلقتك طلع على التي في، والأستاذ وصلوا الخبر وهو على باب الطيارة. أي إعلان وأي حلقة؟ مش على أساس غيرتي رأيك؟ شو بدك تعملي هلا؟ وليد مين خبرك؟ خبرني واحد من المرافقين، والأستاذ لغى سفرته جاي لعندك هلا، أنا صار لازم أروح لأنه صار واصل. التلفزيون وقفوا اعلان الحلقه. نسيتي؟ لشو اتفقنا اليوم الصبح؟